اه مصلاح انا عم بجرب مش مشكله لو السجن باليرمو كيفاش هو والله يا عام 82 عام 81 82 واني وقتها فهمتي ولا ليه في باليرمو في فيا برنشبو البلاغوني عندي حانوت بيع فيه السلعه اللي تشريها العرب سادي الصراي هكا طريات وتعرف اللي يسعار وانسى حانوت ولا بس سخفت على مواطن ما نقولكش عليه حتى من جاء الله يسامحه وخدمته معايا وسكننا معايا ولا من وراي دور في السلعه البيضاء واني لا على بالي ليش يوم ما والله هكاك لا نعلم لا ندري وتسقط علينا الكاربنياري هز هذاك الفوق هزينا دخلوا لوجه طلعوها فارينا بيضا شنو هذه؟ قال لي هذه كوكايين قلت له شنو الطلياني الكوكايين؟ قال لي كوم لروين قلت له البسيسه روينه قال لي انت تمشي لابوراتوار تطراها بسيسه وفي بالي روينه احنا ما البسيسه نقولوا لها روينه قال ايه صحيح هاي يطلع طلعوني فك الالفا روميو ونكزوا بي الحبس لوك شاردوني في باليرمو بيني بينك يا خويا الحبس كي دخلت للريسبسيون باب الاستقبال نجم تقول وكيل لفت نلقى الباسكات من غادي ناس في الفوت منا بيسين يلعبوا بك البيسين شوفيه شنو هذا يعني غالطين جابوني الحبس ولا لودي قال لي ايه هات اعطيناك الوراق والامور والسبكة واحد ومش تطلع من لا تير سبيانو تروازيام ايتاج من لابارتمنت دو لوستراليان الور لابارتمون دو ليزيترونجي تصدت ربي وخايك طلعت للطابق الثالث نلقاها ابورتمون تاع كل الافغان مراركه مصارت وانسه كذا شامبر 14 هذا مش يحطوني فيه نلقى فيه زوز المان وواحد تونسي مازال في الذاكره هذا سمير بن سيدي عبد السلام فنكت فك شامبر لحظه دخلت شوف الوضع في الشامبر نلقى صحايبي الكوجينه دبوست الغاز والغاز ونلقى الفريجو بلاستيك عنده هكا حليت البايبس اللي قلت له صاحبي نشوف شنو فما حليت نلقى بعد كي الحليب هكا البخوات وهما بتاع درنجة نلقى البيرة فرصت هاي طولة تبرد يا ودي قلت له اني راه في البيسين والباسكات والهوند وزيد طلعت للشامبر نلقى الشرب ونلقى البيرة خياني فين تو حبس ولا في منتزه قال ما زلت تراوق عليك زدنا نصايب ساعة يجيو الكارو هاك اللي شاريو جايبين اللانش عطاوني أربعة ملاحف وزوز غلافات نتاع مخادم شنو هذا؟ قال لي أنا باياسك حط جديد تو برسك الملاحف لحظة جاي الشاريو الأول جايب الدجاج قلت له ناخو قال على كيفك جاي لوران نتاع اللحم ولا بعده نتاع الحوت تختار اختار قلت له ولا ياخذ الانواع الكل قال لي حر اتو سبيزاتسيوني عبيت البولي وبعده الستيك وبعد الفريش فيش علاش قلت هذا بلاصه هذه غايب عليها عندي ثلاث سنين ندعك البرا شبيني ما جيتش من لا واحد يا وقاي شنو حوت وشرب وملاحف وتلبس وباسكات هذه نزيد عليها يعني هاي عجبتني الوضعية هذيك وقضيت ما يقارب 10 أيام صاحبي لحظة كل المان قالوا مش نعملوا تنقيزة فوق الشباك مش طايش رواحكم الواح الخيرات الكل هذي ومش طايش رواحكم ولا بيت قالوا لا عاد الدخان بالفلوس كان عندك والشرب بالفلوس صار مش بلاش لا اظن الزوز لا بالفلوس عندكش هنا في الخزينة فلوس تاكل وش تحب ما عندكش اظن الماكله وانا قدامك الباسكات شيخ حياتك مالش نعمل طلعوا الالمان فك الشباك جاء المذيع عمل مطلوات اسعافات اوليه على بصوره ما يطيشوش واحد كذا وقالوا لهم فاز ما خنزي شنو تحب
قالوا لهم مش فينهم بريزنتين كان جيل فورم بروقن سيجارات وندرون كومباين زو ما عندناش باش مش نشربوا وباش مش نتكيف. المدير قال يكسب تشبراخ مثل الامباساد كون جيب لكم صفارتكم وتفضل لكم مشاكل. لحظة تليفونات ضربت وتجيك عيبة ألمانية تاع الامباساد شدتك البوق بيدها قالت لهم فهمتي شنو طلباتكم؟ قالوا لنا شعب كان جيل رينجن براف. قالت لهم سوري كنا خاوزة ارجعوا لشامبري ننوخ بيتسال قامش نعطيوكم اسيدي قداش القيمة؟ 800,000 ملاليرة عطوا شنتو ملاليرة المس بس شهر 800,000 عموا بحركوا مش بوتشيخوا المهم ما تخليوش رايت الالمان العلم اللي هو مش يهان يزور الدخلوك رجعوا صبت لهم توت سويت الماندا جاء السيد اللي بالسبيزا قالوا له برا عبيلنا صنادق وعبيلنا زوز ستيك وركحنا زوز ستيك امس ومريت شاخط الامور بالعنبه. لفت لصاحبي هذا باب سيدي عبد السلام سمير قلت له شنو رايك سمير نكزو احنا غدوه ولا الشباك؟ قال لي والله الامور هذه اللي كانوا ولات هيك خلينا نجربوا احنا بابس. اصبح صبح نقز وخايف كالعاده اكتراف الصحه مملصت روحي ماك شباك الا وقت سمير بالجنب هذا رجع المدير حط المطلوات قال يا شنو النهارين هالشمبر هذا كل مره يطلعوا لنا زوز عصافر. الورا كوزافولي شنو تحبوا؟ قلنا له شنو نحبوا؟ نحبوا الكونسولات دي لا تونيزي مش تجيب لنا 800,000 ونشوفوا باش ناخذوا برفوماري بربيبر قال كومون كوستاري كوا قالوا هكاك اورا ميتيامي لامباساد امنا بعدين لحظة تليفونات ضربة وجينا كعيبة عم يوسف هذا بقلوطة وقيادة وفاليجة معاه الفاليز ديبلوماتيك فول طهار جاي مش طهارنا زر هز راسه ويلقانا بكبشين الله عينكم شنو الله عيننا يا سيدي زيد واحد الله عينكم الله عينكم قلنا له باقي تعاود فيها اش بيكم لاباس؟ قلنا له مش تعطيونا طرف مصروف ناخذوا الدخان وناخذوا لابيير بالله هني ناقصين مصروف قلنا له شيك على قديش طالبين؟ قلنا له انا الالمان عطاوهم ولامس 800,000 امورهم هانيه انتوما ما مش نزيدوكم ولا يزي قلنا له تعمل مبروك يا سي فنصر فماش بلاصه غادي عاد كان فما 800 وكعبات بيره وباركو مر البهر يعني الفانيجة توم كسرها ومعاكم في وسط ايش طالب توا يا سي طالب من حاور المدير دخلنيش معاكم بالله الله لا ترحم الا الزرع ولا ترحم الا اعطاك الفاليجه لا تبارك مدير الوضع مش هو احنا نرجعوا عليه بغش وعد كذا كاسو تشيسو قلنا نسي كاسو تشيسو نون فاليري لامباسادو كوم بارلا كي بار قلت له انجي نوي تشيركا وان بلاد بيتردير ستاري كون نوي نلا ستانس انجالا او سي قلنا له وين سي Allora qual entra nella stanza io penso io ora faccio tutto io che cosa allora sta arrivando ora nella stanza allora ogni giorno come già al enti barra amici in cucina ehdem وانتي برا شد لفاف من الجراب دور على الشنابر والاداره بتاع السجن مش هعطيكم 800 دينار شدك الخنصر بتاعنا بفاليشته بباجاجه طلعوا حتى من باب الحبس وقال له ان شاء الله ماسح يضربك شاول كرهبك كسرك في اربع المواطنين السيجاره ولا تحب ترقد معاهم منتزه جايه ها فينيسيا مش ترقد كذا يا حب مستويا الالمان قال الرايه مدى بينا ما تدهنش هذا واحنا قال نحب نعمل ربطي فاليشة قال ندور بها نشبه مش قاعد نعمل يعني القنصل روح القنصل حاجته برابطية حاجته بثمانية والمسؤول أنا فاهم.